فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطب رجل امرأة بوجود محرمها، واتفقوا على أن يكون الزواج بعد عام، هل يجوز لهم تكرار الجلسات قبل الزواج أو هذا يدخل في الاختلاط؟ إذا كان ما يخلو بها وكانت متحجبة فلا بأس أن يجلس معهم متحجبة وغير مختلطين وليست قريبة منه ولا يخلو بها، حتى لو ما خطبها يجوز، الرجال والنساء يجلسون جميعا لكن مع انعزال النساء عن الرجال ومع تحجب النساء عن الرجال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.